وصلنا سيد سامي، يلا تعال يلا. اسمعني يا أخي، بحلف لك أني ما بعرف أي شيء. وأنا ما كنت بعرف شيء يا سامي، بس وقت تنوي فيك تعرف. يلا فوت، تأكد أنه هاي الليلة رح تكون طويلة عليك. عيونك لقدام. أخي أنا ما بعرف أي شيء، بترجاك خليني روح. كيف ما بتعرف ولك؟ كيف ما بتعرف قول؟ وهي شو؟ طلع فيها، هاي الورقة حطيتها بإيدي ذاك اليوم، وهي كانت بالكراج. طلع عليهم، اثنيناتهم خط إيدك. أنت قتلت ميلاد وحاولت تورطني إلي بالموضوع، مو؟ أنا ما عملت شيء. بعرف إنه أنت اللي عملت هالشغلة، بس أكيد أنت ما كنت لحالك. تعرف ليش؟ لأنه أنت صعب عليك تعمل هيك شغلة لحالك. يلا أحكي، سمعني صوتك. الخد الأحمر. القصة هيك لكان، ما فيك تفوت على الحمام من دون حسن خد البطيخ. هو استغلني يا أخي. حاجتك تشتكي يا واطي، خليك زلمة. هلأ قلي وين مكانه هذا اللي اسمه حسن الخد الأحمر؟ ما بعرف. ما بتعرف هيك لكان؟ بحلف لك أني ما بعرف. أنت متأكد؟ شو عم تعمل يا أخي؟ أعطيني إيديك. أخي هاي الإيد صارت لإلي والأصابع كمان. شو عم تعمل؟ أخي يلا أحكي، أحكي. ما بعرف يا أخي. قلي وين الخط الأحمر؟ قلي. ما بعرف يا أخي، بترجاك خليني روح. تركني تركني، بترجاك تركني خليني روح.